بصراحة فندم، احنا بناخد الكلام بتاع سيادتك ده كدستور لعمل قطاع الكهرباء بأكمله، وفعلا الحاجات اللي بنعملها بنحاول نكون دائما قريبين جدا من 100%. ويمكن لما هشرح خلال التقديم ده احنا عملنا ايه خلال فترة ال7 سنوات، نشوف احنا حققنا هذا الامر ولا لا. منظومة الشبكة الكهربائية مكونة من مجموعة من الامور خاصة بمحطات توليد طاقة كهربية، سواء كانت حرارية او طاقة متجددة. ايضا بننقل بعد كده الطاقة على شبكات نقل الكهرباء لخطوط جهد فائق وعالي، برضو بننقلها على خطوط جهد متوسط لما نحولها الى شبكات التوزيع. ومن ضمن هذا الكلام في مراكز للتحكم، وفي مراكز سواء كان في الطاقه الكهربائيه على شبكات النقل او في مراكز تحكم في شبكات توزيع. شبكات التوزيع يمكن لاول مره يمكن في المنطقه كلها بالكامل، في افريقيا يمكن في حتى في الشرق الاوسط، ان تكون هناك شبكات متأسف مراكز تحكم في شبكات توزيع، لأن دي بتحسن الخدمة لدرجة كبيرة، ويمكن هدخل بالتفصيل في هذا الأمر خلال التقديم اللي هعمله. تأمين إنتاج الطاقة الكهربية، حركة في 2014 كان عندنا مشكلة زي بتدرينا نقول في المقدمة، احنا كان عندنا عجز في امداد الوقود الكهربي، كان عندنا اختراقات كبيرة في شبكة نقل الكهرباء، كان عندنا تقادم ل 30% من وحدات الانتاج، كان عندنا عجز يومي يتراوح من 2000 ل 3000 ميجا وات، وفي يوم من الايام وصل الى 6000 ميجا وات، 6050 ميجا وات في احد الايام بصيف 2014، وده كان امر غير محتمل. كان تكليف سيادتك لنا ان اختبار الكهرباء مساله امن قومي، ولا بد ان تحل المشكله وباسرع وقت ممكن.